ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة المستشار الدكتور مال الله الحمادي، عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. دكتور مال الله، اعتدنا من جلالته حفظه الله المكارم الملكية بالعفو والإفراج عن النزلاء، وهذا ليس مستغرب عن جلالته. في عيد الفطر المبارك تم الإفراج عن 203 حالات من النزلاء المحكومين في قضايا مختلفة، كيف تقرأ ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أخوي حسين، إذا تأذن لي بداية أتقدم طبعا لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب البحريني كافة بأسمايات التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يعيده علينا جميعا بالخير والبركة. أما بالنسبة عن المرسوم الملكي بالعفو الخاص عن 203 من المحكومين، فإن هذه طبعا المكرمة السامية من لدن جلالة الملك ليست بغريبة على جلالته، وتجسد بلا شك الحس الإنساني اللي دائما يتميز بجلالة الملك حفظه الله. فقد دأب جلالته طبعا على إصدار مثل هذه المكرمات في مناسبات عديدة، حرصا منه على إدخال طبعا الفرح في قلوب المحكومين وذويهم، خاصة في هذه الأيام المباركة. ولا شك أن هذه الخطوة أيضا تعكس ما وصلت إليه المملكة من مستوى متقدم جدا في مجال حقوق الإنسان، وذلك طبعا باعتبار جلالة الملك هو الراعي الأول لحقوق الإنسان والحريص دائما على مراعاة كافة المبادئ المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية، ودائما ما تصب توجيهات جلالته في دعم ومراعاة هذا الجانب الهام. ولذلك أتقدم لجلالة الملك بجزيل الشكر والتقدير والعرفان على هذه البادرة الطيبة والمكرمة السامية اللي فعلا أسعدتنا جميعا وأدخلت الفرح في قلوب الجميع. نتمنى طبعا من المعفو عنهم أن يفتحوا صفحة جديدة من العمل الجاد والمثمر لبناء الوطن ولبناء حياة أسرية اجتماعية أفضل إن شاء الله. نعم، إذن المستشار الدكتور مال الله الحمادي عضو مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك.